انها دي هتكون اجمل مباريات البطوله واجمل مباريات الجوله. نعم. مباراه على مستوى عالي جدا، اليوفي قاعد يقدم في مستويات راقيه جدا، تشيلسي نفس القصه بيقدم في مستويات عاليه جدا. اعتقد انه مباراه كبيره جدا، مباراه مليئه بالنجوم، مباراه حتكون فيها قمه الاثاره وقمه المتعه، واعتقد انها مباراه جديره بالمشاهده. تشيلسي والمستويات اللي بيقدمها، ويدخل مباراه ثاريه امام اليوفي اللي فايز عليه بهدف. طبعا تشيلسي اخر كاس فايز عليه تشيلسي، هو المدافع عن اللقب. طبعا مدافع عن اللقب. نعم. معه مدرب كبير توماس توخيل. نعم. هو نال معه الكاس، وتشيلسي ما له حصه حتى في الدوري، في الدوري المحلي ماشي الظاهر متصدر تقريبا، متصدر. نعم. متصدر الدوري. انا الشيء اللي استغرب فيه انه يفوز النادي الكبير الموسم الفات، كان معه رونالدو، ما مستواه ما كان بنفس المستوى لهذا الموسم، رغم انه رونالدو كان لاعب له اثره. انا اشوف رونالدو في اليوفي ما ادى شيء. اليوفي كان من حظه كويس انه المهاجم الارجنتيني ديبالا بدا يرجع لمستواه، وبدا مستواه في تطور شديد، ولاعب كبير ديبالا من لعبه معجبه خالص، فكان مستواه هبط لكن مشى في تناسق متصاعد شديد. فحتكون مباراه فعلا ديربي، يعني ديربي مباراه نهائيه، يعتبر مباراه نهائيه، رغم انه فريقين متاهلين لكن يعتبر مباراه نهائيه. طيب اذا